مدام ساندرا، أنا جاي قبلك النهاردة مخصوص عشان أرجع لك إيمانك بالصحافة وبدورها المحوري في المجتمع. إظهار الحقيقة ومقاومة الظلم والوقوف إلى جوار المظلوم بكافة الطرق والوسائل. مفتكرش إن حضرتك جاي لحد هنا عشان تكلمني عن دور الصحافة. بالتأكيد لا طبعا، بس هو يعني أصل لابد من وجود إرهاصة توطئة مقدمة للدخول في الحديث. ويا ترى بقى الحديث نفسه على ايه؟ الظلم اللي بيتعرض له الاستاذ حازم لاسباب شخصيه. انا ما عنديش اي استعداد افتح موضوع زي ده على صفحات الجرايد، دي اسرار بيوتي يا استاذ خليل. ومين قال لك ان انا هجيب سيره العلاقه القديمه اللي كانت بينك وبين يوسف، او حتى هالمح مجرد تلميح ان يوسف عمل كده خصيصا عشان يتخلص من جوزك لاسباب شخصيه؟ ايوه بس استاذ يوسف. لا 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 يا مدام ساندرا، الكلام الهابط ده لا يرقى لمستوى جريده محترمه زي اللي بتشرف برئاسه تحريرها. لكن مدام يوسف ضرب تحت الحزام، احنا كمان لازم نرده بنفس الطريقه. احنا دي سيده اعمال وفاهمه الدنيا كويس. للاسف الاتفاق بينا هيكون كالاتي: انا هدافع عن جوزك واتبنى قضيته. والمقابل؟ مقابل ده سؤال مهيل لتاريخي. انا مش جاي ابيع نفسي يا مدام او اطلب منك رشوه، انا جاي اقف جنبك. انت في امس الحاجه لوقوفي جنبك، وبعدين كل اللي طالبه منك انك تتعاوني معايا من خلال مصادر اخبارك. انا عندي مصادر اخبار يا مدام ساندرا، شغلاتك بسم الله ما شاء الله منتشرين في كل بيوت مصر. نص الهوانم اللي بيجوا لك السنتر بتاعك زوجات مسؤولين كبار. يعني عايزنا نتجسس على زبايني؟ لا 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 لا، بلاش الالفاظ الكبيره والطنانه دي، انت عارفه ان مفيش اي حاجه بتستخبى في مصر، احنا بس دايما عاوزين نسبق بخطوه. يعني كل اللي يهمك السبق الصحفي؟ والله السبق الصحفي بالنسبه لي لا يقل اهميه عن اهميه جوزك بالنسبه لك. متهيألي في اتفاق بيننا. احنا كنا من اوائل الناس يا استاذ محمود اللي تناولت الفساد عندكم في الشركه. انا ما عملتش اي فساد ولا اي مخالفات. ازاي بقى؟ الاوراق الرسميه كلها بتؤكد عكس كده. الاوراق الرسميه بتتدبر وانت عارف. طيب قبل ما نخش في اي تفاصيل يا استاذ محمود، انت ليه اخترتني انا بالذات علشان تتكلم معايا؟ عشان ابص في عينيك واقول لك جمله واحده بس. ايه؟ منك لله، منك لله. والله يا مدام اي واحده تانية كانت اتجسست على زباينها وعملت اي حاجه عشان تطلع جوزها. وما عملتيش كده ليه؟ لا نظلم ناس تانية معايا عشان اطلع جوزي اللي هو مظلوم، نبقى عملنا ايه؟ انت بنت حلال يا ساندرا. اللي زي ده ما يساعدش غير نفسه. انا مش عبيطه، ده جاي يصطاد في الميه العكره وخلاص. طيب ما تيجي نلعبه شويه. ازاي؟ قولي له انك ضحركتيني في الكلام وعرفتي مني اسرار التغيير الوزاري الجديد. وطبعا ما فيش تغيير وزاري جديد اليومين دول. ما اظنش، بس كده هيسخن عليا ويسن سكاكينه. انت فاكره ان خليل هاشم هيسيبك؟ لا طبعا مش هيسيبني، هيفضل يلاحقني ويلاح عليا، ويوم ما ييأس مني هيشتم ويكتب اللي انا خايفه يكتبه. انت مش لوحدك، ولو تجاوز بيننا وبينه القضاء. المهم هتعرفي تعمليها ولا هيبان عليكي وانت بتكلميه؟ لا يبان عليا ايه يا مدام، ده ما دقت على الراس طبول. طالما كده كده هيشتمني اه نوريله العين الحمر ونخليه يعمل لي حساب. عشان ابص في عينيك واقول لك جمله واحده بس. منك لله، منك لله. ممكن تبعد الكاسيت ده خالص وتنسى الموضوع شوية؟ ايه اللي انت جايبها ده؟ كوباية ليمون عشان تروق دمك. عايزاني انسى واروق دمي واشرب ليمون بعد ما خربت بيت انسان بريء؟ مفيش حد في موقفه مش هيقول لك انه بريء. ما كانش ده رأيك لما جات لنا أول معلومات عنه. مين عارف؟ جايز. مش جايز يا دنيا. أنا اللي اعتمدت على مصادر أمين عارف ومعلومات أمين عارف، زي ما ربيع قاسم قال لي بالظبط. بس الأوراق كانت واضحة وصريحة. من الواضح إن الراجل ده اتعرض لعملية تدليس
والشركة بالرغم من المخالفات دي إلا إنها ماشية كويس وبتحقق أرباح. كمان واضح إن توقيعه ما كانش موجود على الأوراق. أنا شوهت سمعة الراجل وسمعة ولاده، كنت سبب من أسباب دخوله السجن. يوسف، أي إنسان ممكن يغلط، والحمد لله إن لسه قدامك فرصة تصلح الغلط. وأنا يعرفنا القضية هتمشي إزاي. القضاء غير الصحافة يا دنيا، مفهوش نوايا حسنة، مفهوش كلام وهات وخد، في قرائن، أدلة، براهين. طالما ملوش أي توقيع على الأوراق المخالفة يبقى أكيد هيطلع براء. طب أنا إيه ضمني إن المستندات اللي اتعرضت علينا هي نفس المستندات اللي موجودة في أوراق القضية؟ حتى لو أنت اللي بتقوليه صح، لحد ما الحكم يطلع الراجل هيكون في نظر كل الناس حرام. إزاي بقى؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ ده كلام بنقوله أنا وإنتي، إنما عندنا هنا لو حد تم اتهامه خلاص هيفضل طول عمره لزق واتلزقت فيه. عندك حق. وطبعا لحد ما ده يحصل الشركة هتكون بتخسر وهتروح بقى لصاحب نصيبها. يا يوسف، انت هتشيل نفسك هم الشركة كمان. يا ست والله انا ما شايل هم الشركة ولا هم محمود أنيس ولا هم حازم ولا هم الناس دي خالص. كلمة منك لله دي صعبة قوي قوي قوي. المشكلة فيه انا مش في الناس يا دنيا. حبيبي ما تشيلش نفسك فوق طاقتها. يوسف، انت طول عمرك بتدي كل واحد حقه، مش عشان غلطت مرة. المبدأ يعني هو اللي غلط. الاتفاق من أصله كان غلط. اتفاق ايه؟ لتاني مرة يطلع ربيع قاسم صح. هما اللي استخدموني ورطوني، مش أنا اللي سيطرت عليهم وخليتهم يعملوا اللي أنا عاوزه. لا، ما أنا ست بعشر رجالة، لما أقول كلمة ما رجعش فيها أبدا. مش قلتلك أخبار ما تستناش؟ مهم انت بس تكون كتبت كل حاجة. اما نشوف. مع السلامة. انت لسه ما روحتش البلد يا احمد؟ روح ازاي وسيبك كده؟ هتعمل لي ايه يعني؟ روح انت الزق لابوك قبل ما يلها في المركب منك. اديك شايف الظروف، محدش ضام. مش قوي كده برضه يا سكرة. وبعدين عفيفة هتفضل قاعدة معاكي هنا يعني؟ وانت عايز ايه مني يعني؟ دي عدالي على الكاس في السنتر. انا ما اقدرش امن حد غريب على فلوسي. وبعدين يعني المال السايب يعلم السرقه. انت بس خلي بالك من اختك ميرفت، انا ما اقدرش افكر هنا وهناك. كنت فاكر اني بخلع فاسد واحتفظ بمعلومات ضد الوقت اللزوم. كنت فاكر ان هما ليهم صفحه في الجورنان وانا ليا بقيه الجورنان. دفعت الثمن غالي قوي يا يوسف، بس عملت اسم وسمعه اشتغل بيهم في اي مكان. والناس اللي ظلمناها. انت مالك؟ انت ما ظلمتيش حد. ازاي بقى؟ مش بشغل معاك طول الوقت ودراعك اليمين. وإلا بقى لو حازم كمان طلع بريء، الأوضاع دي لازم تتغير. هتتغير يا دنيا، هتتغير. بس زي ما قابلت محمود أنيس لازم أعمل الخطوة دي في اتجاه حازم. تقابله وهو فاكر إنك السبب. اسمعي بس، هو ده الحل الوحيد اللي هيخليه غير تفكيره، ده لو كان بريء وإحنا عرفنا نثبت كده. وأمين عارف هيسيبك تعمل اللي أنت عايزه؟ لا، أمين عارف أصلاً مش لازم يعرف أي حاجة، لازم يتفاجئ بالنشر. هيعمل صبر. مش هيقدر يعمل حاجة. هتبقى أول مرة في مصر جريدة تثبت براءة ناس كانت هي السبب في اتهامهم وقلبت عليهم الدنيا ودخلتهم السجن. تفتكر هيكون قدام وقت قد إيه عشان يتحرك ضده؟ ما تقلقيش، مش هيقدر يقعدنا في البيت. مش بتكلم على الشغل، المهم نكمل اللي هنبتديه. احنا مش هنكمله بس يا دنيا، احنا هننزل لهم اعتذار وصفحة.